ويكتب الله خيرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم. ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. السلام عليكم، صباح الخير البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحتكم لاباس؟ شوفوا على الخمسة الصباح، هذه الخمسة تقريبا، الخمسة ونص الصباح، من خرج الزوج ديالي كانوا عندي واحد الغريسات، هادو هاد زرع البطيخ وزرع الكوسة، وجدرتهم داروا يعني تجدروا والحمد لله، وجيت هنايا كنزرعهم في الارض، خصني نقلهم في الارض لانهم تبارك الله راه عندهم شي 12 يوم دابا تقريبا وصلوا شي 13 يوم ل 14 يوم دابا باش جدرتهم، ودابا كنقلهم للارض، ولكن وانا كنقل فيهم الارض كنحس بالامطار كتنزل، لان تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن من الامس، من امس وهي كتنزل الامطار، ودابا في هذا الصباح وانا كنسمع الرعد وديت كنصرع دغيا دغيا باش نجمعهم نحيدهم، لكن حطيتهم غير تما جنب الحيط وخاصني نهرب سبحان الله، يعني الرعد تبارك الله قوي بزاف والبرق، ودخلت وخليتهم. دابا كنوجد، دخلت باش نوجد الفطور، يلا طلعت عند ريان عطيته واحد الرضاعة ديال الحليب، ضروري هو كيبغي الحليب، ولقيته انه باقي بغى ينعس، راه في عندها المنصة، خصني نوجد الفطور باش دخل المنصة اليوم، لانه ما غاديش يقراو، كيقراو عندهم الدراسة عن بعد لانه كاين الامطار. صافي هنايا حطيت شوية ديال الثوم، وحطيت شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه الكمون، شويه الملح، والقزبر والبقدونس، وشويه ديال الزعتر، لانه كان عندي القزبر والبقدونس كانوا عندي في الثلاجه، كانوا يعني في المجمد، فضروري انني نخلطهم واحد شويه، وكنتمزج هذيك المكونات مع بعضياتها، عاد كنضيف لها البيض. طبعا البيضه البنات دائما هذه الطريقه، كل بيضه تفقسوها بوحدها باش ما تضيع لكم السميتو ديالكم، باش ما تضيع لكم الخلطه ديالكم. صافي هنايا عملت البيض، وصافي غادي نطيبو بواحد الطريقه زوينه وسهله بزاف البنات، باش تجيكم حتى نتوما سهله، ما تكتروش على راسكم من كثره الزيوت ومن كثره، يعني الواحد انه يحاول ما امكن يدير الحاجات صحيه. هنا في هذا الاله ديال الوافل غادي ندهنها بالزبده، كندهن هذيك سميتو بالزبده، هذيك الفوقانيه ما كتلصقش، ولكن التحتانيه ضروري انكم تدهنوها بالزبده باش حتى هي باش تكونوا امنين انها ما تلصقش ليكم، ضروري يا اما بالزبده يا اما بشويه ديال زيت الزيتون، المهم ما تكثروش الدهنيات بزاف. هذه هي الطريقه، هذا هو الفطور ديالي انايا اللي تقريبا كيعجبني، بحال هكا كيعجبني الحاجات اللي صحيه. انا ما بقيتش كناكل الخبز البنات، حيت الخبز حيت السكر، باش نحاول ما امكن نحيد الكرش انا المعاناه ديالي مع الكرش من فتره وانا كنعاني معاها، ولكن انا كنهرس الروتين، يعني في كيجي بحال هكا مني جا رمضان تهرس لي الروتين ديال الحميه، فداك الشيء باش رجعت للحميه ديالي باش نحاول ان ما امكن نحيد هذيك الكريشه. المهم هنايا هذا البيض، وترى صحي صحي بزاف البيض، حتى الوليدات ضروري انهم يفطروا بالبيض مع الصباح، لانه فيه نسبه بروتين عاليه، وكيفتح كيزيد المخ، كيفتح المخ، كيزيد المدارك ديال الذكاء. المهم هذا هو كان الفطور ديالي انا، وحتى الوليدات ديالي نفس الوضع، حتى هو حطيت لهم فطورهم باش راه تفطر وتدخل المنصه. البنات غادي نكملوا الفيديو ديالنا، سالينا الفطور، غادي ندير معكم، فانا طالعه الفوق ندير واحد الروتين لشعري، غادي نبدا من اليوم ان شاء الله. غادي نشارك معكم اشنو اللي وصلني، اشنو هي الحاجه اللي غادي ندير بها هذا الروتين. هذا هو هذا البات هذا اللي جاني، هذا البات هذا رواء الرعاية، من رواء الرعاية، هذا زيت خاص بالشعر، زوين بزاف. المهم
زوين ولا ما زوينش انا ما نقدرش نحكم عليه دابا، لانه اول تجربه ليا لي خديته على المدح ديال ام ساره من قناه منزلي الدافئ، المنزل الصغير الدافئ، غادي نشارك معكم. المهم غنخلي لكم القناه ديالها، نخلي لكم القناه ديالها في تعليق مثبت باش تمشوا تشوفوها. هي ما محتاجاش الدعم ديالي اصلا، قناه ما شاء الله تبارك الرحمن، اخت سعوديه، قناتها كبيره ما شاء الله، كتقدم محتوى رائع وزوين. وانا كنت من المتابعات الوفيات ديالها، فسمعت عن هاد الزيت هذا من فتره تقريبا، كتستعملوه هي اكثر من سنه ولا سنتين، وهي كتستعملوه البنيه ديالها ساره، ربي خليها ليها. وكان من عندي انا ومن المنبر ديالي كنقول ليها مبروك ما جاك، تربى صبوحه ان شاء الله في عزكم، وتشوفوها ان شاء الله تكون من الصالحات البارات ان شاء الله يا ربي، وتشوفيها ان شاء الله كيف ما تمنيتي. المهم هي خديت الزيت هذا على المدح ديالها، كتقول بانه زويون بزاف وانه لقات عليه نتائج رائعه على شعرها وعلى شعر البنيه ديالها ربي يخليها ليها. فقررت انني ناخذه ونجربه. كتستعمله جوج مرات في الاسبوع، الكميه اللي فيه 250 ملي، كتجي معاه كيجي الزيت وكتجي معاه هاد التعبئه هذه، كتعبئوها هي باش كتزيتوا الشعر ديالكم، وفيها هاد المشط هذا باش كيمشي الزيت على الشعر، باش كيدخل الزيت حتى للفروه ديال الشعر. المهم او مساج، او المهم خاصكم المشط باش ديروا المساج للجلده ديال الشعر او الفروه ديال الشعر، باش يدخل ليها الزيت وتاخذ يعني تاخذ المفعول ديالو. هاد الزيت هذا زيت من الاعشاب، وفيه نسبه عاليه من زيت الكوك اتوقع، على ما قريت انايا في الوصف ديالو. المهم انا خديته والمدح على مدحها، وخديته على الشكر ديالها لي، ولكن انا غنجربه وما غاديش نقول لكم انايا واش زوين ولا خايب دابا، لحتى نجربه حتى نكمل هاد العبوه هذه. نهار نكملها واذا كان عجبني وقررت اني ناخذ مره ثانيه غادي نقولها لكم، صافي يعني الشهر الجاي ان شاء الله انا غنستعملو انا وبنتي حتى انا نوره هوفا، بما انها اليوم يعني كانت عندها المنصه اليوم في البيت، يعني ما مشاتش للدراسه، كان اليوم كاين امطار، فكان الدراسه كانت عبر المنصه، فقلت انا غادي نستعملو انا وياها ونديرو الروتين انا وياها ان شاء الله. وبما انني غنستعملو انا وراها في هذا الزيت هذا، فكنتوقع ما غاديش يكمل ليا شهر، واذا كمل ان شاء الله، اذا كمل شهر مزيان، لانه كيدار جوج مرات في الاسبوع. اشنو بغيت نقول لكم ثاني لي السعر، بالنسبه للسعر ديالو غادي نخليه لكم فوق في الشاشه، وانا خديته ترى السعر ديالو غنخلي لكم السعر الحقيقي اللي كاين في الموقع، اما انا ما خديتوش بالسعر الحقيقي، انا خديته بكود خصم اللي حطاه ام ساره في القناه ديالها. يمديكم نتوما الا مشيتو بغيتو تاخذوه، دخلوا القناه ديال ام ساره وشوفوا الفيديو اللي كتكلم فيه على الزيت، هو يمكن الفيديو ما قبل الاخير، بعد ما شفت انايا الفيديو غيمكن حطات جوج فيديوهات موراه. المهم ترجعوا لعندها شوفوا الفيديو، شوفوا شنو كتقول هي على الزيت، لان هي عن تجربه غادي تعطيكم تجربتها الشخصيه، وخذوا الخصم، خذوا الكود الخصم من عندها باش نديكم انكم يجيكم التخفيض شويه، يجي مخفض، هو واخا غالي كي كتقول هي واخا غالي راه النتائج فعاله، حتى انا غادي نجربه ان شاء الله وغادي نقول لكم. المهم هذا ما كان بالنسبه لهذا الموضوع ديال الزيت، كنتمنى ان شاء الله يصدق ليا زوين، كنتمنى نكون ما خسرتش فيه فلوسي وهذا هو الاهم، وان شاء الله يزبط معانا. المهم انا لان شعري متضرر بزاف من الصبغات، يعني بزاف بزاف، لانني كنصبغ شعري بزاف فهو متضرر بزاف من الصبغات، فانا كنقلب على حاجات فعاله باش نلقى نتائج مرضيه بالنسبه ليا. وبالنسبه لرهوفة شعرها زويون ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن عندها واحد الفراغات في القدام في الجبهه ديالها، عند في مقدمه الراس كاين واحد شويه ديال الفراغات، انا كنحاول نعالجهم ليها ان شاء الله
ويتصلح، لان تهلاو في بنياتكم، ما عندناش غير البنيات. البنيات كيبغوا يكونوا جميلات، كيبغوا يكونوا ملي كيكبروا يحسوا بالجمال ديالهم يحسوا. فاحنا خاصنا نعطيهم الرعايه من الصغر ديالهم، ملي تكبر على الاقل تقول ماما كانت مهتمه بيا وكانت كتعطيني الاهتمام وكانت كتعطيني، باش ما ماشي ملي تكبر تلقى راسها مسكينه شحال من حاجه كانت مهمله فيها، تقول ماما كانت مهملاني وما كانتش عاطياني اهتمام وما كانتش كتهتم بهاد المواضيع هذه. المهم نسدو هاد القوس ديال الروتين. انا غادي ندير روتين دابل شعري، يعني شفتوني سديت الكرتون، ولكن بعد ما نكمل الفيديو غادي ندير زيت لشعري، ما بغيتش نديرو قدامكم في الفيديو. المهم هنايا غادي نجاوب، كاين واحد السؤال جاني، بما ان غنستغل الفرصه ديال هاد الفيديو في نهايه هاد الفيديو غادي نجاوب. واحد الاخت خلات لي واحد التعليق، هي وكثير من البنات اللي كيسولوني في القناه وكيسولوني على الانستغرام، خاصه بحكم انهم كيعرفوني انني اجنبيه، يعني انا مقيمه وانني متزوجه هنا في السعوديه. كيسولوا هذا السؤال كيجيني دائما بالنسبه للبنات الجداد اللي عاد دخلوا هنايا السعوديه، ولا حتى المقيمات اللي ازواجهم اجانب مقيمين هنايا. سؤال يعني كيكون مطروح وكيتكرر، هو البنت هذه اللي سولتني قالت لي راني انا حامله في الاشهر ديالي الاولى، ومازال في الشهر الاول تقريبا، ومازال راه كاين تعليق، مازال ما تابعت مع حتى شي دكتور، مازال ما تابعتش الحمل ديالي، لانني ما عارفاش واش يمكن ليا نتابع الحمل ديالي، واش يمكن ليا نتابعه في الحكومي ولا في الاهلي. فكان سؤال يعني هي يمكن نهايات جديده، يعني ما عارفاش، ولكن البنات اللي هما عايشين هنايا وعارفين راه عارفين انه راه يمديها انها تتابع في الحكومي وتتابع في الاهلي، على حسب الامكانيات الماديه ديال الزوج، ولا ماشي حتى الامكانيات الماديه، راه بحال بحال. انا بالنسبه لي شخصيا الحكومي كيجيني ممتاز بزاف 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 على الاهلي، وكل واحد حر في الراي ديالو. يعني انا جربت الحكومي كيجيني زوين، الرعايه موجوده، العلاجات، الادويه، التعامل، كل شيء مزيان بالنسبه للحكومي. الجواب ديالي ليك اختي هو انه يمديك عندك الوريقات ديالك التامه وراقك مقادين، وانت اقامتك ساريه، ووجودك في المملكه قانوني 100%، راه يمديك تاخذي الاقامه ديالك وتاخذي بطاقه العائله، اكرت العائله ديالك، وتمشي تسجلي في اي مستوصف، اقرب مستوصف ليك ولا اقرب مستشفى ليك، تمشي كتسجلي فيه، كتفتحي فيه ملف، او تفتحي عن طريق توكلنا. كلنا عندنا تطبيق توكلنا، راه فيه او تطبيق صحتي، وكتشوفي تطبيق توكلنا ملي كتدخلي ليه وكتشوفي راه كيحطوا لك جميع المراكز الصحيه، المركز الصحي الحكومي كتلقيهم عاطينك اقرب مركز لك في الدائره اللي انت فيها، في الحي اللي انت فيه، غادي يعطيوك الاقرب مركز، المراكز القريبه منك، غادي تاخذي بطاقتك وتاخذ بطاقه الاقامه وتاخذي كارت العائله وتمشي تسجلي فيه، تفتحي ملف ديالك وتتابعي فيه. اذا كانت الحاله ديالك مزيانه كيبقاو متابعين معك حتى تقرب الولاده، كي هما كيحولوك على مستشفى. كانت الحاله ديالك تستدعي انك تتابعي في مستشفى كبير، هما كيحولوك على المستشفى اللي يناسبك باش تتبعي فيه. بغيتي من الاول تمشي تفتحي ملف في مستشفى حكومي، كيمكن لك من الاول تمشي تتابعي في مستشفى حكومي كبير، يعني ما عندك حتى شي مشكل نهائيا. انا عن نفسي تجربتي الشخصيه، انا في من نهار اللي جيت لهنايا الحمل الاول كنت متابعه في اليمامه، وجا حملي الثاني برهف تاهو تابعت في اليمامه، في مستشفى اليمامه، ولدت في مستشفى اليمامه، والحمل الثاني ديال ريان تابعت في المستشفى العسكري، ولدت في المستشفى العسكري بحكم الشغل ديال الزوج ديالي. يعني عادي جدا بالنسبه للمراكز الطبيه، المراكز الطبيه يعني المستوصفات الحكوميه، التطعيمات كنت متبعاها لراها في مستوصف الملز،
وتطعيمات ريان كنت متبعاها لي في مستوصف طب الأسرة اللي في الوزارات. يعني ما عندك حتى شي مشكل نهائيا، حتى بالنسبة للبنات اللي مقيمات اللي أزواجهم مقيمين أجانب، حتى هما كيمديها إن كانت أوراقهم عادية أوراقهم سليمة كتمشي تفتح في أقرب مستوصف وتتابع لوليداتها في المستوصفات. هذا ما يخص المستشفيات الحكومية. فبما يخص المستشفى الأهلي، راه المستشفى الأهلي انتي وفلوسك، راه فين ما مشيتي كيستقبلوك لأنك انتي كتعطي فلوسك. غدي البطاقة ديالك، بطاقة الإقامة ضروري، هما كيسولو غير على الأوراق أنهم تكون أوراقك سليمة، يعرفوا شكون انتي وانتي واش انتي راك يعني نظامية ولا ماشي نظامية. فقط كتاخدي الوريقات ديالك كتمشي كتسجلي انت وفلوسك، المستشفى اللي اختاريتي حسب امكانياتك الماديه. كاينين مستشفيات غاليين وكاين مستشفيات متوسطه وكاين مستشفيات كل واحد كيمشي على قد جهده. هذا والحكومه راه كيستقبل كل شيء، راه ما كاينش فرقه البنات. فما تاخذوش معلوماتكم من السوشيال ميديا. انا كنتمنى انكم تكونوا يعني تكونوا اذكي، تكونوا ذكيات، ما تاخذوش معلوماتكم من السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا مليئه بالكذب، مليئه بالكذب، زائد مليئه بالتجارب الشخصيه. كل واحد كيحط تجربته الشخصيه، الى هو صادف شي موقف، الى صادف هو شي موقف سيء، شي تصرف ولا شي حاجه، كيمشي كيحط هذاك المقطع بان كيحكم على الناس كلهم من خلال الموقف اللي حصل معاه. ولا الى طرح عليه سؤال كيقول ليه لا وكذا وكذا وكذا، كتحكم عليك من موقف او من تجربه اللي هي حصلت معاها، ماشي من التجارب العامه. فهمتوني؟ كنتمنى انني وصلت الفكره. فدائما خذوا معلوماتكم بنفوسكم. انا عوض ما غادي نسمع من السوشيال ميديا واحد الكلمه، لا ما نسمعهاش، غنمشي برجلي حتى المحل ونمشي نتلاقى مع هذوك الناس ونعرف شنو موقفي، وغادي ناخذ المعلومه من مصدرها الاساسي ماشي من السوشيال ميديا. الله يرضي عليكم. احنا راه السوشيال ميديا مليء 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 بالاحقاد، مليء بالتفاهات، مليء. ما عمرنا ناخذ معلوماتنا من السوشيال ميديا، كناخذ معلوماتنا من المصادر ديالها، من المصدر. زائد هاد الاخت هذه اللي سولاتني قالت لي تعطيني الرقم ديالك، وانا اسفه والله، انا قلت لك دخلي عندي الانستغرام ونعطيك الرقم، يعني دخلي عندي الانستغرام، تواصلي معايا في الانستغرام على الخاص ونقدر نعطيك الرقم ديالي، ما عنديش مشكله نهائيا. ولكن انا ما نقدرش نحط الرقم ديالي في القناه. يعني البنات الله يرضي عليكم، اي وحده بغات تسولني انا حاطه الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، دخلوا الانستغرام ديالي من صندوق الوصف وراسلوني على الخاص، ما عنديش مشكله في الرقم نعطيه لكم مادام نعرفكم، مادام غنتواصلوا على الانستغرام غادي نسمع صوتك، غادي تسمعيني، غتعرفيني وغنعرفك، غادي نعطيك الرقم ديالي. اي استفسار وكنت قادره انني نجاوبك وعندي معلومه صح غادي نعطيها لك، ما كنتش قادره راه ما غاديش نقدر، وما نقدرش نحط رقمي في القناه لان القناه ما كيدخلوش ليها غير المتابعين ديالي فقط. القناة راه قناة للعامة، كلشي غيدخل ليها، وعيالات ورجال. انا ممكن رقمي يتصادف مع شي راجل ولا شي حاجة وياخذو، وانا ما نبغيش بحال هكا، راه حتى ما تبغوهاش ليا. فكنتمنى انك ما تقلقش مني، وكامل البنات نتمنى انكم اللي طلبت مني الرقم ما تقلقش مني الا ما بغيتش نحطه في القناة، راه ما غنقدرش نحط رقمي في القناة. دخلوا عندي الانستغرام على الخاص ونعطيكم القناه، نعطيكم الرقم ديالي ونتواصلوا مع بعضياتنا. فتحت قناه جديده خاصه بالبنات ديال الكروشي، وكنتمنى البنات اللي كيتابعوا الكروشي وكيحبوا الكروشي ما تبخلوش عليا، دخلوا القناه ودعموني فيها واشتركوا فيها. غادي نبدا ان شاء الله، ان شاء الله نفوت غير 50 مشترك، نفوت 50 مشترك، وغادي نبدا نفتح فيها ورشات، يعني لايفات، نفتح فيها ورشات كل يومين ولا كل 3 ايام نفتح فيها لايف وندير لكم ورشات تعليميه اونلاين فيها في القناه. زائد انني راني حطيت فيها واحد الفيديو، انا غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، دخلوا شوفوه. انا خليت فيها فيديو من الفيديوهات اللي هزيتها من هنا من القناه هذه، وعاودتها في المونتاج وحطيتها في هذاك في القناه الجديده. القناه الجديده اسمها صافي كلاب، صافي كروشي كلاب، صافي كلاب كروشي. والله ما بقيت عاقله، شفتوا حتى قناتي ما بقيتش عاقله على معنى يلا قاديتها. المهم راني حطيت فيها، نزلت فيها الفيديو،
يمديكم تمشوا تشوفوا وتخلوا لي اللايكات ديالكم، دعموني فيها، وصلوني غير فوتوني غير 50 مشترك، فوتوا والله يقدرنا على فعل الخير. وكنتمنى انني القاكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. احبكم في الله، واترككم في رعايته وحفظه. الى اللقاء.